لواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. أهلا بسيادتك في جناح الهيئة. بيضم جناح الهيئة يا فندم مجموعة من المنتجات والأنشطة الخاصة بالصناعات الجوية. مصنع المحركات يا فندم هو المصنع الذي يقوم بعمل عمرة محركات الطائرات لعدد 16 نموذج مختلف من الطائرات. ولتميز هذا المصنع قامت شركة صفران الفرنسية باعتماد هذا المصنع ليكون مركز دولي وحيد على مستوى العالم لعمرة محرك الطائرة اللافاجيت المحرك اللارزاك. وأيضا شركة هانيويل الأمريكية اعتمدت المصنع يا فندم لعمرة محرك الطائرة التدريب اللي هو K8E، واعتمدت المصنع برضو يا فندم ليكون مركز دولي لعمرة المحرك للدبابة M1A1. بالتعاون مع شركة داتسو الفرنسية تم تصنيع أجزاء يا فندم من هياكل الطائرات بالتعاون مع مصنعي المحركات والطائرات. وبكده يا فندم تعتبر الهيئة أحد سلاسل الإمداد لشركة داتسو الفرنسية. المصنع يا فندم لديه مركز تصنيع رقمي حديث يمكنه تصنيع قطع الغيار للصناعات المدنية والعسكرية على حد سواء. بيضم المعرض يا فندم مجموعة من القنابل الجوية الحرة تراس حافظ، بتتميز حافظ 3 بقدرتها على اختراق الخرسانة المسلحة حتى سمك 180 سنتي. وأيضا مجموعة من الصواريخ جو أرض الحرة تعمل مع الطائرات الشرقية والغربية. بيمتلك يا فندم الهيئة مركزين لعمرة الهيلوكوبترات للطائرات الشرقية والغربية، لعمرة الطائرات المي 8 والمي 17 باعتماد الشركة الروسية المصنعة، ولعمرة طائرات الجازل باعتماد شركة إيرباص الفرنسية. مصنع الطائرات يا فندم بيقوم بعمرة طائرة التدريب K8E واللي سبق تصنيعها داخل المصنع. سيادتك فندم بالتنسيق مع عناصر البحوث الفنية في القوات المسلحة تم إنتاج بعض أنظمة اكتشاف وتتبع ومجبهة الطائرات المسيرة على المستويات المختلفة. في الخلف يا فندم منصة، ده نموذج لمنصة تسليح متعددة المهام جاري التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لتصنيعها محليا بإذن الله. سيادتك ده نظام نموذج لنظام محاكيات الملاحة الجوية، بيتكون من برج المراقبة والاقتراب والمنطقة. والنموذج ده يا فندم احنا بنتعاون فيه مع القوات الجوية حاليا لتحقيق المطالب المطلوبة للقوات الجوية، وان شاء الله خدنا معاد في 1/12 نبقى جاهزين. في طاقم من القوات المهندسين القوات الجوية وطاقم من مصنع الإلكترونيات هيخلصوا هذا الأمر قبل 1/12 إن شاء الله. سيادتك فندم في مجال التدريب وبالتعاون مع داتسو الفرنسية أنشأنا مدرسة يا فندم للتعليم التكنولوجي في حلوان، والمدرسة دي يا فندم متخصصة في صناعة الطائرات بهدف تخريج فنيين متميزين. وبيعمل في هذه المدرسة يا فندم مجموعة من المدرسين من فرنسا ومن مصر. وأي أوامر يا فندم؟